بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة اليوم: ليس كل مبتسم سعيد، يمكن أن يكون رامي أو وليد. أثبت الضحك لعوف الشقة. أثبت الدراسات أن الضحك يزيد من نسبة استيعاب الشخص 14 مرة. لهذا السبب بدأت بهذه البداية. هل تواجه مشاكل في تعلم اللغة الإنجليزية؟ نعم، ولكن ليس بعد الآن. السبب هو أن دروسنا في قناة سيفيرس أكاديمي مصممة بطريقة الحفظ بالجمل. طريقة الحفظ بالجمل: الكتابة باستخدام الورقة والقلم والتكرار المتتابع. ثلاث نقاط مهمة جدا، سوف أشرح لكم أهمية هذه النقاط التي تميزنا عن جميع دورات اللغة الإنجليزية، وأيضا عن جميع المعاهد والقنوات التي تعلمتم فيها لعله سابقا. هذه الطريقة توصلت لها بعد بحث طويل في طريقة عمل العقل والذاكرة البشرية، طريقة الحفظ بالجمل. استند في هذه الخلاصة التي بين يديكم إلى أبحاث عميقة تعلمتها من خلال دراستي في اختصاص تنمية الموارد البشرية Human Resources Management، وهي معلومات رائعة جدا. وهذه الخلاصة التي بين يديكم هي من أحدث الطرق التي ممكن أن تحفظوا بها الأشياء، وبالأخص تعلم اللغات واللغة الإنجليزية على وجه التحديد. النتيجة التي توصلت لها بعد خبرة طويلة في التعلم وتعليم اللغة الإنجليزية كالآتي: هي أن ربط المعلومات ببعضها يسهل على الذاكرة البشرية استيعاب وحفظ ومعالجة المعلومات بعشر مرات أكثر من الطرق الأخرى. مثالين: المثال الأول مثال الأحرف، وكلنا قد مر بنا هذا التجربة. عندما كنا صغار تعلمنا الأحرف، فجمعنا ربطنا الأحرف ببعضها كوننا كلمات. هذه الكلمات ربطناها ببعضها فكونت جمل، ولكن المشكلة بعد أن ربطنا الأحرف بالكلمات توقفنا عند الكلمات. فنحن نقرأ الآن عبارة عن كلمات، نقرأ الجملة: أنا ذاهب إلى المدرسة، أربع أجزاء. ولكن إن حولنا هذه الطريقة من هذه الكلمات إلى جمل جاهزة، أي ما أقصده هو أن أنا الآن لا نستخدم، لا نقول مثلا أنا، لا أقول الألف، لا أتهجأ الألف والنون والألف أنا، بل هي تكونت في العقل عبارة عن جزء مستقل. فهذه الطريقة إذا اتبعناها وجمعنا جمل جاهزة سوف نتمكن من الحديث مع الآخرين والفهم والكتابة والقراءة بشكل أسرع كبير جدا من الطرق التقليدية الموجودة في أماكن أخرى. إذن طريقة الربط الأشياء ببعضها، هذه بالنسبة للأحرف. المثال الثاني مثال الأرقام. عندما أقول لك رقم واحد، واحد صفر، فإنها جزئين، ولكن بالحقيقة ممكن أن أقول عشرة. عشرة الدماغ يستوعبها على أنها جزء واحد مستقل بذاته. أو أقول ألف، بدل أن أقول أربع أجزاء واحد صفر 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 أقول ألف، فالدماغ يستوعبها بشكل أسهل. لا نعقد المسألة على الدماغ، بل نسهلها ونبسطها بحيث يتمكن الدماغ من الاستيعاب بشكل أسرع، من ناحية الفهم، من ناحية المحادثة والكلام، ومن ناحية الكتابة والقراءة. هذه الطريقة فعالة جدا عندما نربط الأشياء ببعضها. هذه الطريقة مستخدمة في مجالات أخرى، ولكن بالتحديد في اللغة الإنجليزية لم أجد أحدا قط يستعمل هذه الطريقة، لذا أستخدمها أنا في قناة سيفيرس أكاديمي. ما عليكم هو سوى متابعة جميع الدروس خطوة بخطوة. أما الجزء الثاني المهم ألا وهو الكتابة والقراءة، أثبتت إحدى التجارب التي أجريت في دولة السويد. هذه التجربة أتوا بمجموعة من الطلاب، قسم منهم أجري الاختبار عليهم بالكتابة من خلال الحاسوب، والمجموعة الأخرى أجريت عليهم التجربة بالكتابة من خلال استخدام القلم والورقة. أثبتت الدراسة هذه أن استيعاب الذين كتبوا بالورقة والقلم 9 إلى 10 أضعاف من الذين استخدموا الحاسوب، وهذه طريقة فعالة. إذن استخدموا دائما في دروسكم القلم والورقة، اكتبوا جميع العبارات، الكتابة مهمة جدا. أما الجزء الأخير ألا وهو التكرار المتتابع، ركزوا على الاستماع والإصغاء بشكل جيد،
وكرروا هذه العبارات بصوت عالي حيث أن أذانكم تسمع هذه الكلمات. إذا سمعتم هذه الكلمات في أذانكم سوف ترسخ بشكل أكبر وبشكل أسرع. إذن ثلاث نقاط: طريقة الحفظ بالجمل، وهذه تجدونها كاملة في دروسنا في قناة سيفرس أكاديمي. أما الطريقتين الثالثين فهذه مسؤوليتكم باتباعهم، ألا وهي الكتابة والتكرار المتكرر. خلينا نتبع طريقة الحفظ بالجمل حتى نستفاد بشكل كبير جدا، ونترك الطرق التقليدية الموجودة بالمعاهد اللي تعلمنا عليها مع الأسف. وصراحة إذا تعلمتوا هذه الطريقة راح تستخدموها، راح تلاحظون الفرق الكبير اللي راح يصير عندكم أيضا بالقراءة في قراءة الكتب، حيث أن في العالم الحديث بإمكان الكثير من الناس قراءة كتاب كامل خلال ساعات معينة، والسبب هي هذه الطريقة، طريقة الحفظ بالجمل، لأنهم يحفظون مواضيع كبيرة بشكل مختصر. هذا يسرع قدرة العقل على الحفظ والاستيعاب ومعالجة المعلومات بشكل سريع جدا. إذن اتبعوا هذه الطريقة واتركوا الطرق التقليدية التي تعودنا عليها. أطلب منكم أكبر شكر ممكن أن تقدموه لي هو مشاركتي رسالتي في الحياة، ألا وهي نشر العلم للجميع. فشاركوا هذه الدروس للجميع لتعم الفائدة، هذا هو هدفي. وشكرا لكم، اشتركوا في القناة و اضغطوا على زر اعجاب ان اعجبكم الموضوع، واستمروا في المتابعة، وانتظر منكم اسئلتكم، ولا تنسوني بالدعاء. شكرا لكم، كان معكم حسين الغالبي، الى اللقاء.